الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو اليوم عن مطور الرش اللي قدام حضراتكم ده مطور 600 لتر. هنتكلم عن طريقة التشغيل. ده حضراتكم مكان البنزين وده زرار التشغيل، لفوق يشتغل لتحت يطفى ومكتوب on off. ده اللي بيعلي بيزود البنزين وبيقلله، ده اللي بيقفل البنزين. كده البنزين مفتوح، كده مقفول. نرجع نفتحه تاني. الزرار اللي فوق منه على طول ده بتاع الهواء، يقفل ويفتح الهواء. كده بنقفل الهواء ونزود البنزين شوية. هنشوف كل ده عملي، ولكن هنشرح دلوقتي نظري بس. ده مكان الزيت وده المقاس بتاع الزيت، في علامة كده نوصل عندها. هو تقريبا بياخد حوالي كيلو وربع زيت، وفي علامة برضو هنا بنحط الزيت، والزيت ده بيتغير كل 20 ساعة شغل. هنا بنفضي الزيت من المكان ده، بنفك المسمار ونغير الزيت من المكان ده. وهنا الزيت بتاع المضخة بنحطه من المكان ده، وده ما بيتغيرش إلا كل 5 سنين. ربنا يبارك في أعمار حضراتكم، ولكن بنزوده لو نقص شوية. في علامة هنشوفها مع بعض دلوقتي، عند العلامة الصفرة دي في نقطة صغيرة في النص. دايما الزيت يكون في النص، لا فوق ولا تحت، في نقطة صغيرة في النص كده. الزيت المفروض يكون عندها، يعني ده انا ما بغيرهوش ولكن بنزوده بس. اليد دي حضراتكم هي اللي بتزود الضغط، بنفكها وبعدين بنشغل، وبعد ما بنشغل بنظبط الضغط على 20. واليد دي لفوق مفيش ضغط خالص، ننزلها تحت يبقى فيه ضغط. اللي شفناه ده كان نظري، دلوقتي ان شاء الله نشوف مع بعض عملي، كل خطوة بالتفصيل ان شاء الله عملي هنشوفها مع بعض. اول حاجة هنقفل الهواء، وبعدين نشغل زرار التشغيل، وبعدين ندور. بنزود البنزين شوية، نرجع زرار الهواء تاني ونزود البنزين شوية. هنا بقى شوف حضراتكم اليد اللي فوق دي بتاعت الضغط اللي احنا قلنا عليها، هي كانت مفتوحة خالص. دلوقتي هنقفل فيها لغاية لما المؤشر اللي عندي ده يجي على 20. هو هنا بيقفل والمؤشر ده هيزيد دلوقتي ان شاء الله، واول ما يجي على 20 هيثبت. نثبته على 20، بنثبته بالصامولة اللي حضراتكم شايفينها دي اللي تحت اليد دي. وهنشوف دلوقتي ان الموتور اشتغل والضغط ما شاء الله تمام. ولما بنثبته ما بنلعبش فيها، خلاص بنثبته على 20 ونشتغل بيها على كده. نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان يكون الشرح سهل وبسيط. وان عجب حضراتكم الفيديو ياريت ندوس لايك ونشير الفيديو ونشترك في القناة لو احنا مش مشتركين. وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.